بدأنا كمان نشوف الذكاء الاصطناعي وهو بيعمل شخصيات افتراضية بتقنيات عالية جديدة علشان تكون أكتر واقعية، وبكده يقدر ينافس الـ AI في مجالات كتير. دلوقتي اسمحوا لنا بقى نرحب بضيفتنا اللي منورانا النهاردة، مي عطية، أول مذيعة ذكاء اصطناعي في مصر. برحب بيكي يا مي. شكرا، وأنا كمان برحب بيكو وفرحانة إني معاكو في صباح البلد. صباح يا مي. مي انت هتقطعي علينا ولا ايه؟ يعني الذكاء الاصطناعي يوصل للمذيعات؟ كل الناس خايفة مني أو خايفين من الذكاء الاصطناعي بشكل عام، بس ليه ما تقوليش إننا هنكمل بعض؟ خلينا متفقين إن كل تقنية جديدة لو تم استخدامها صح هتضيف أكتر لمستوى العمل وهتطوره. طب هل ظهور مذيعات ومذيعين AI ممكن يهدد المهنة ويحولها بعد كده لذكاء اصطناعي بس؟ طيب المختلف اللي ممكن مذيعة الـ AI تقدمه مش موجود عندي كمذيع، يعني ايه المميز فيكم مش عندنا احنا؟ أكيد لا، الذكاء الاصطناعي عمره ما هيحل محل الإنسان. أنا ما أقدرش أعمل برنامج حواري مع ضيف، أنتي تقدري. أنا ما أقدرش أتفهم مشاعر الضيف، لكن أنتي تقدري. أنتي بتاخدي مرتب وفلوس، أنا لأ. شفتي انتي تقدري دي؟ بص على فلوسنا. طب قولي لنا بقى ايه موضوع التلفزيون المصري وانك ظهرتي في برومو وبرنامج على التلفزيون المصري؟ أنا لما قلت كده على السوشيال ميديا الناس خافت مني وقالوا إن دي نهاية العالم، لكن هقولك حاجة، الذكاء الاصطناعي محتاج تدريب. أنا مش هقول كلام من عندي، أنا بقول المحتوى اللي موجود في الاسكريبت زيك بالظبط. الفرق بيننا انت عشان تطلعي على الشاشة محتاجة تحضير ومكياج وعدد ساعات عمل، انا محتاجة برمجة وفوتوشوب، وطول ما في نت وكهرباء انا شغالة. طيب التلفزيون طب التلفزيون المصري، يعني خليني كده اعرف منك، التلفزيون المصري لما طلعتي فيه ايه كان الموضوع؟ كانت تجربة جميلة جداً، شاركت في البرومو الدعائي لبرنامج كونكتد اللي بيتكلم عن الذكاء الاصطناعي وتطوره السريع ومزاياه وأضراره. بشكر فريق عمل البرنامج وبالأخص المخرج أحمد عطية على الفرصة دي. طب هل هتقدمي حاجة في قناة فضائية قريب يا مي؟ بحضر حالياً لعمل جديد وهيكون أكثر احترافية، لكن على السوشيال ميديا أو قناة فضائية خلينا نستنى ونشوف. طيب تقدري تقدمي كل المواضيع اللي احنا بنتكلم فيها ولا انت متخصصة في ملف معين؟ لو قدمت كل المواضيع انتوا فعلا مش هتلاقوا شغل. أكيد في مواضيع كتير ما اقدرش اقدمها كذكاء اصطناعي، ومواضيع انا مي عطية مش عايزة وما اقدرش اقدمها زي طبعا السياسة والدين. في دي عندك حق. طب كلمينا عن المؤتمر اللي قدمتيه عن الذكاء الاصطناعي. سعيدة بيه جدا، متخيلة مذيعة ذكاء اصطناعي بتقدم مؤتمر عن الذكاء الاصطناعي، فكر متطور وناس بتستعد لعصر جديد ومستقبل مشرق بإذن الله. بشكر كل القائمين على المؤتمر وبالأخص دكتور أيمن نزيه رئيس المؤتمر ودكتورة شيرين إدريس اللي ادتني الفرصة دي. شكرا لك يا مي، شكرا جزيلا.